Thank you.
وعلى آله وصحبه وسلم وسلم.
பாதம் நீ
அஞ்சிய புகழ்
Yeah.
سبيل الله ربنا كفرهم أفعل الله تعالى بهذه الآيات على الترائب أن رجاء الله الحقيقي متوقف على أربعة أعمال من الدقائق أحد الإيمان المتعقد بالبرهان المتعقد بالمكاشفة والعميان الذي يخرج به العبد عن أقسام الشرك والطغيان وثاني التقوى بثلاثة أنواع هذا الذي هو تجنبه وتجنب المعبد في الإسلام واللوسة الذي هو تعفر السعادة عن النسيان والعلى الذي هو جعله العارف ربه في موارد الخير وكاية من نفسه وجلوسه في موارد الشر كاية لحضرة قدسه والثالث ابتغاء الوسيلة وسيلته بنوعها العام الذي وتقديم الأعمال الحسنة وتقديم الأفعال المستحسنة وللحس الذي هو اتخاذ الطالب بنفسه من الحضارات والخليلة هي اعتدي به إلى أقرب الطرق إلى الله تعالى سبيلا والرابع الجهاد بنوره نوعه الأصغير الذي ومحاربة أعداء الدين أعداء الخلق والدنيا والشيطان الذين يدعون الإنسان إلى القتال والله الخسران والخذلان والعصيان والأكبر الذي هو مخالفة النفس في أم شهواته بتزكيتها لأخلاقها النامية وتهنئتها بالأوسام السليمة وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خير الله أكبر.
பத்து ரத்தம் தான்.
Thank you.
لا لا لا